لازم تكون زوجتك حية. الحياء خلق هذا الدين، في الرجال جميل لكنه في النساء أجمل، في الرجال زين لكنه في النساء أزين، والمرأة بلا حياء تقتل زوجها. سامحني يعني إذا مرة بتفوت مع الرجال وبتطلع مع الرجال وأهلين بربك وضروب كفك، شو أهلين بربك مين أي شو؟ والله والله شيء عجيب، صدقوا سامحوني. مرة كنت قاعد في العيادة وما في مريض، مسكر على حالي الباب عم بقرأ، تفاجأت بأنه سيدة فاضلة وخلوقة ومؤدبة، بس عجيب يعني كيف والله فتحت هالباب هيك ودخلت، يعني كأن عيادتها هذه التي دخلت عليها. أنا تفاجأت، فأنا قلت لها عفوا حضرتك دقيتي الباب؟ قال لا. قلت لها إذا سمحتي رجعي دق الباب بعدين تتفضلي. ما استحييت منها عفوا، لأنه هي ما استحت. كيف تدخلي على رجل غريب على عيادة هيك بدون لا والله كأنه بيتها؟ ما بيصير يا أخوات. والله لا، بس أنا طلقة. شو طلقة؟ هي قلة أدب، مو طلاقة، هي وقاحة، ليست طلاقة هي. وليس جميلا في المرة أن تكون بدون حياء، نسأل الله السلامة. ولا الرجل مقبول، يعني رجل مو مقبول أن يدخل إلى غيري بدون أن يقرع الباب. النبي صلى الله عليه وسلم طلب إلينا أن نستأذن على آبائنا وأمهاتنا. واحد من الصحابة قال يا رسول الله أمي ساكن لحالي أنا وياها، أستأذن عليها؟ قال استأذن على أمك، أتحب أن تراها عريانة؟ في أدب، في حياء، في خلق بهالدين. شو والله أمي بيفتح الباب بيفوت؟ ما بيصير. على بيته الواحد، على زوجته، على زوجه إذا بده يفوت بده يدق الباب، لعند ابنه بده يدق الباب. طيب رجل غريب كيف أنت فايته؟ قال والله هيك، يعني هي عندها هذه الجرأة. مو جرأة، هذا الحياء من أزين ما يزين المرأة. تفضل. هلأ بدنا نعرف كيف نعرف الحياء، لأنه الحديث شفته إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني ما بيستحي ما عاد فيك تأخذ منه شيئا يعني له قيمة. والحديث لو بدنا نسهب طويل جدا في مسألة الحياء، بس هلأ كيف نعرف الحياء؟ من سلوكه ومن علاقاته، يعني من سلوكه أثناء وجودك أنت عندهم بالبيت، من سلوكه إذا إجت والله تقول لك أنا في إلي والله زميلي بالجامعة أنا بعطيه ملخصات هو بيعطيني ملخصات كذا، علاقاتها مع الشباب، قال هي إلى بالغرفة تبعها بالوظيفة عندهم ثلاث زملاء وهي كمان وحدة، قال بيروحوا بيزوروا بعضهم بيجوا مع بعضهم. طيب كيف هذه المرأة تختلط كثيرا بالرجال؟ يعني هذا سيكسر عندها حاجز الهيبة وحاجز يعني الحياء من جنس الرجال، هذه مشكلة. من كلامها، شوف كيف عم تحكي أنت وقاعد، كيف حكيت مع أمها، كيف مرات أمها بتكون عم تحكي بالجلسة ما تلاقيها غير هي، إيه ماما لا عفوا هذا الكلام مو هيك، هيك هيك صار معنا، صوتها أعلى من صوت أمها مثلا. شوف من نظراتها، يعني أنت وقاعد بقلب الجلسة راقب نظراتها. والله مرة أخ قال لي أستاذ رحت إلى أسرة يعني بده يخطب من عندها، قال لي دخلت الفتاة عم تضيفنا القهوة، قال لي يا أستاذ ستأكلني بعيونها، هيك بحلاها هي. قال لي والله أنا استحيت، قال لي أنا استحي، أنا صرت هيك أسرق النظرة السرقة ويا الله أكبر. يا أخوات يا أخوات، يعني الحياء يظهر في كل شيء. بنات شعيب شو قال الله تعالى عنهن؟ قال فجاءته إحداهن تمشي على استحياء، معناتها في مشية في حياة وفي مشية بلا حياة. شوف وحدة ماشية بالطريق تابعها، معلش إلحق بها، أرسل من يلحق بها، شو تمشي هذه بالطريق؟ والله ماشية وعم تحكي بالموبايل ونص أهل الطريق سمعوها، شو حكيت الموبايل؟ راكبة بالسرفيس سمعنا المكالمة كلياتنا، شو ها؟ قال إيه عم بحكي مع أبي. طيب بس في حياء، يعني قليله لأبوك بابا أنا الآن حبوصل، إذا سمحت بس انزل من السرفيس بحكي معك، السلام عليكم، احكي كلمتين، انزلي من السرفيس بس توصلي، وقفي على جنب احكي مع والدك. أما ماشي وعم تحكي، ماشي وعم تعلك مسكة هيك وتفرجي كل أهل الشارع أنه هي عم تعلك مسكة، ما في حياء. يعني هذه أمور لا تقتضيها المروءة. ما مقبول زوجتك بكرة ماشي بالطريق عم تنفخ بواليم مسكة،
شو هاد؟ قال ايه والله هيك مرتي بتحبك، بتحب الطقطه كمان، مسكه تبع الطقطه. شو هاد؟ هذا شيء يا اخواننا مع تراكميه. لا بجوز واحد يقول لا مشان مسكه انا حتجوز وما حبتجوز. صحيح مو مشان مسكه، بس هذا امر معيار يدلك على غيره. بكره هدول بيتجمعوا بالزواج بيجيبوا لك مشكله في القلب من جراء قله الحياء. كيف تعرف الحياء؟ من سلوكها وعلاقاتها، من كلامها ونظراتها، من مشيتها، من لباسها. لباس المرأة عنوان عليها. أنت هلأ بتشوف واحد لابس مريول أبيض بتقول هذا الطبيب، وبتشوف واحد لابس أورانجو بتقول هذا عامل تنظيفات، وبتشوف واحد لابس طقم أبيض بأبيض ومع طائية بيضاء بتقول هذا بحرية، وبتشوف واحد لابس كحلي بتقول هذا ضابط طيران. من قال لك؟ لباسه. أنت يا بنتي أوعيك يقولون لنا من أنت. في واحدة بتقول يعني هلأ ما عاد صفي بالدين غير الإشارب والمانطو. لا مو ما عاد صفي الدين، في إشارب وبانطو، في شيء تاني، بس هذا شعار يقول لنا من أنت. هلأ بجوز يكون في داخل هذا المانطو والإشارب مثل في ظاهره، وبجوز يكون مو هيك، بس على كل هذا جزء ويدلنا عليك. إذا كتير مهم، كتير مهم لباسها، أن تراقب يا أخي شو لابس هذه المرأة وتقرأ حياءها من لباسها. تفضل. متى نعرف الحياء؟ كمان قبل وأثناء. يعني قبل ما أنا أروح لعندهم بسأل وبالتفصيل، وأثناء وجودي عندهم ممكن اكتشف هذا الأمر. هلأ هون بجوز أنا من أول جلسة ما يتبين لي هدون، أطلب جلسة تانية، أنا رد بدي أروح مرة تانية، معلش أطلب أهلا وسهلا مرة تانية تعال لعند هالعائلة بوجود أبوها لتنظر هذه الأمور. تفضل. رقم 5.